محدش فينا ما تعرضش لمواقف صعبة في حياته، يمكن أصعبها اللي بيجي فجأة من غير أي مقدمات، تبقى راكن عربيتك تحت البيت تنزل تلاقي بوم شجرة وقعت عليها دغدغتها، تبقى مذاكر كويس ورايح الامتحان ويحصل حاجة تعطل الطريق فما تدخلش الامتحان وتسقط، ابنك يتولد بمرض نادر ملوش علاج وتبقى هتتجنن ونفسك تفهم ليه؟ يا رب أنا مش معترض والله، بس نفسي أفهم ليه؟ دي العربية لسه جديدة، شاريها بتحويشة عمري، ده أنا مركز وبذاكر طول السنة، ده أول فرحتي اللي طلعت بيه من الدنيا، يا رب أنا صابر، بس مش عارف أرضى، عشان مش قادر أفهم ليه؟ وتفضل وقت طويل قلبك وجعك ومنتظر تفهم الحكمة من الاختبار ده، ومستني أي حاجة تحصل عشان تبرر لك اللي حصل ومخك يرتاح ويبطل تفكير، لكن السؤال هنا هو لازم يكون في حكمة؟ أو بمعنى أصح هو لازم تعرف الحكمة من كل اختبار؟ تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل بواحدة من أجمل قصص القرآن عشان يجاوبنا على السؤال ده تحديدا، قصة سيدنا موسى والخضر. ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ثلاث مواقف مختلفة للقدر، وكل مرة بنهاية مختلفة عن التانية. تعالوا نبص بس على المواقف دي، لكن المرة دي من منظور جديد، مش من وجهة نظرك انت كقارئ، لأ من وجهة نظر أصحاب القصة. تخيل مجموعة مساكين ما حالتهمش غير حتة مركبة بيسترزقوا بيها على البحر، والمركبة هنا عاملة زي التاكسي أو الميكروباص، عارفين السواقين بيتعاملوا مع عربياتهم إزاي؟ والسواق المرة دي هو صاحب العربية مش شغال عليها، تلاقيه كل يوم الصبح عمال يروقها ويلمع فيها، ما هي بالنسبة له مصدر رزق ورزق عياله، لازم يحطها جوه عينيه ولو يطول يشيلها فوق دماغه. أهو كذلك أصحابنا بتوع المركبة شغالين بيها على المرسى، بينقلوا الناس من مكان لمكان، وهم واقفين في الموقف بيحملوا الركاب ركب معاهم اتنين هيبة كده ما شاء الله أنبياء بقى، وهم ماشيين في البحر فجأة واحد من الركاب اللي هو سيدنا الخضر خد جنب وراح طخ خرق المركب. سيدنا موسى اتخض قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له انا مش قلت لك انك مش هتصبر معايا؟ المهم المركب وصلت والناس نزلت، جم يلفوا ويرجعوا لقوا الخرق. تخيل موقفهم، ياه ايه ده، انا اتخرب بيتي، هلاقيها منين ولا منين يا رب؟ مش كفايه الديون اللي علينا، هي كمان هتيجي باكل عيشنا؟ هو احنا ناقصين؟ الضرب في الميت حرام، حسبي الله ونعم الوكيل. ليه ليه يا رب ليه ليه؟ مش كده ولا ايه؟ مراكبية غلابه وشقيانين والمشرحه مش ناقصه قتله. وسبحان الله وهم راجعين في الطريق فجاه لقوا كمين. وقف عندك، وقف على جنب يا رد، وهو ياه انزل ياه انزل، ايه في ايه في ايه؟ المركب دي تلزمنا، ده الممر بتاع جلالة الملك، كل حاجة تعدي من هنا بقت ملك جلالته. تخيلوا الموقف، كمان هي ناقصة، هو موت وخراب ديار. وفجأة وهم نازلين مرعوبين وسايبين المركب بتاعتهم يسمعوا الراجل بيناديهم تاني، استنى يا عم انت، دي طلعت معيوبة، مش هتنفع جلالة الملك دي، ارجع ياه اخفى ياض من هنا، وهو ياه غور بالكهنة بتاعتك دي غور. أتاري الخرق أو الابتلاء اللي كان مزعلهم ده هو اللي نجاهم. تخيل بقى موقفهم ايه دلوقتي، الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. وبقى الخرق اللي لسه من خمس دقايق بيقولوا عليه لربنا ليه، هو اللي بيقولوا عليه الف حمد وشكر ليك يا رب. وهو ده تفسير قول الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وده أول نوع من أنواع البلاء اللي بنتعرض له في الدنيا، وربنا أراد نعرف الحكمة من وراه عشان نحمد ربنا على كل حال وعلى أي اختبار. طيب تعالوا نشوف تاني نوع من أنواع البلاء، وبرضو من وجهة نظر أصحاب القصة. أب وأم صالحين مؤمنين ربنا رزقهم بطفل جميل بعد طول انتظار، وفضل يكبر قدام عينيهم لحد ما بقى زي الورد، وفجأة وهو بيلعب مع أصحابه في السوق دخل اتنين أغراب عن المنطقة، جه واحد منهم استدرج الطفل وقتله. تخيل سيدنا موسى مقدرش يستحمل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. خدوا بالكم سيدنا الخضر هنا مش إنسان عادي، ده رمز للقدر، ولولا أن سيدنا موسى واخد أمر من ربنا باتباعه وربنا قال له أنه أطلعه على جزء من علم الغيب، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وإن كل أفعاله دي بأمر الله سبحانه وتعالى زي ما قال في آخر السورة وما فعلته عن أمري، كله كان بأمر الله،
لولا ان سيدنا موسى مأمور باتباعه كان هيحاسبه وما كانش هيسكت على افعاله. لكن ربنا اراد يعلمنا ان افعال سيدنا الخضر عليه السلام هي زي احداث القدر اللي احنا مش بنحبها، زي العربية او الشجرة او المرض او غيرها. ظاهرها شر لكن وراها حكمة كبيرة وخير عظيم. وسبحان الله، رغم ان سيدنا موسى عارف الكلام ده برضه مستحملش، لانه بشر ومشاعر البشر واحدة. والاجمل ان سيدنا الخضر نفسه كان متفهم ومقدر المشاعر دي، قال له انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هتصبر ازاي يا بشر على اهوال وابتلاءات الدنيا دي وانت ما تعرفش الحكمة والرحمة اللي وراها؟ هتصبر ازاي على البلاء اللي بيحصل فجأة، على الشر اللي احيانا بينتصر على الخير، على الفقر والجوع والمرض والموت؟ هتصبر ازاي وانت ما تعرفش الحكمة والخير اللي وراه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا في اخر القصة ان الطفل ده لو كان كبر كان هيطلع ولد فاجر وكافر، هيكفر ابوه وامه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ربنا أراد يختصر عليهم العذاب ده كله ويرزقهم بطفل تاني جميل ومؤمن وبار، رحمة من ربك. سبحان الله. طب انت ارتحت دلوقتي لما عرفت مش كده؟ طب تخيل ان الأب والأم معرفوش ان الولد ده لما كان هيكبر كان هيرهقهما طغيانا وكفر، ويمكن فضلوا طول عمرهم يدعوا ويتحاسبوا على الراجل اللي قتل ابنهم. سيدنا موسى بس اللي عرف، واحنا عرفنا من بعده لما قرأنا القصة في القرآن. لكن الأب والأم ما عرفوش، جالهم طفل تاني بعديه جميل وبار ومحترم، واستعوضوا ربنا في الأولاني وخلاص. فهمت؟ هو ده تاني نوع من أنواع البلاء اللي ربنا بيحكي لنا عنه، البلاء الشديد اللي ظاهره صعب جدا جدا لكن باطنه كله خير ورحمة. لكن مش لازم تعرف، زي ما الأب والأم معرفوش. وكأن ربنا بيقولك لو جالك اختبار شديد عليك ومعرفتش الحكمة منه، اصبر وارضى وأحسن الظن في ربك الكريم، عشان ممكن جدا يكون وراه خير أو صرف عنك بلاء أكبر منه بكتير، زي أهل الغلام بالظبط. لكن مش لازم تعرف. طيب نعيد السؤال تاني، هو لازم أصلا يكون في حكمة؟ بمعنى النهاية الدرامية اللي الناس كلها مستنياها دي، مش يمكن الحكمة من البلاء انه قربك من ربنا شوية، او انه فوقك من طريق مش مظبوط كنت ماشي فيه؟ مش يمكن الحكمة من الابتلاء انك تستسلم لقضاء الله ايا كان؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان امر المؤمن كله خير، وان البلاء يا اما زيادة حسنات ورفع الدرجات يا اما تكفير للذنوب والسيئات؟ مش دي لوحدها اجمل حكمة من اي بلاء؟ تطهير بيحصل لك في الدنيا وثواب وكبير في الاخرة. امال احنا بنقرا ليه على طول عن فضل الصبر والصابرين؟ مش ربنا قال لنا ان من اكثر الناس ثوابا يوم القيامه الصابرين؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لما تيجي يوم القيامه وتلاقي انك المفروض كنت تبقى في درجه معينه من الجنه، لكن بصبرك على البلاء ده طلعت فوقيها 1000 درجه، او انك والعياذ بالله كنت هتبقى في مكان سيء، فربنا بعت لك اختبار ورزقك الصبر عليه فغير حالك ونجاك من المكان السيء ده. مش ده أفضل حال؟ عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا؟ لأن ببساطة يا صاحبي، في وقت المصائب أنت مش محتاج عقل يفكر في الحكمة، أنت محتاج قلب يؤمن ويوقن. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. فلو تعرضت لأي اختبار شديد عليك، أول حاجة تقولها الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر وترضى وتحسن الظن وتوقن إن اللي راح منك ما كانش مكتوب لك، وإن طالما ربنا قدر البلاء ده يبقى أكيد وراه خير كتير حتى لو ما شفتوش بعينيك. ولما ترضى ربنا يرضيك ويرضى عنك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلو آمنت وأيقنت تاخد بقى ثمرة الإيمان اللي جت في تالت قصة في السورة،
راجل صالح مات وساب أطفال صغيرين، وكان محوش لهم قرشين دفنهم تحت جدار البيت، وكان الجدار حيتهد وأهل القرية ينصبوا عليهم ويأكلوا فلوسهم. فيشاء ربك سبحانه وتعالى علشان صلاح وإيمان الرجل ده وكان أبوهما صالحا يبعت لهم اتنين أنبياء مخصوص ييجوا مسافرين من آخر الدنيا عشان يبنوا لهم الجدار بتاعهم بإيديهم. تخيل، لا بجد والله تخيل، الراجل معرفش اللي حصل لولاده، والعيال كبرت ولقت الكنز وهم شباب ومعرفوش ايه اللي كان ممكن يحصل لولا ستر ربنا. تخيل يوم القيامة لما يعرفوا ان بسبب صلاح وإيمان أبوهم ربنا بعت لهم اتنين أنبياء يبنوا الجدار وينقذوا حق الولاد من الضياع. تخيل كرم ربنا. اهو ده تالت نوع من أنواع البلاء، البلاء اللي ربنا بيزيحه عنك من غير ما تعرف، اللطف الخفي. كلنا بنشوف الابتلاء الظاهر، لكن عمرك فكرت في الشر اللي ربنا صرفه عنك أو اللطف اللي بعته لك من غير حول ليك ولا قوة؟ أهدي بقى ثمرة الإيمان وحسن الظن بالله.